ضربة أمنية استباقية جديدة وجهتها أجهزة وزارة الداخلية ضد التشكيلات العصابية الضالعة في إعادة تدوير وخلط والإتجار في المواد المخدرة. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي تخصص في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته والإتجار به، وكذا مخدري الحشيش والآيس وترويجهم بالمحافظات. عناصر التشكيل تتخذ من مزرعة يملكها زعيم التشكيل بطريق وادي النطرون بنطاق مركز شرطة السادات بالمنوفية وكرا لهذا النشاط الإجرامي. تم إعداد مأموريتين متزامنتين لضبط عناصر التشكيل بالمنوفية والقاهرة، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والمنوفية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. الأولى استهدفت المزرعة الخاصة بزعيم التشكيل بالظهير الصحراوي بطريق وادي النطرون البريجات، بينما استهدفت الثانية عناصر التشكيل حال تواجدهم بمدينة نصر بالقاهرة. وأسفرت المأموريتان عن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل العصابي بينهم زعيم التشكيل، كما تمكنت من ضبط 62 كيلوغرام ونصف لمخدر الهيروين وأكثر من 23 كيلوغرام لمخدر الحشيش و11 كيلوغرام لمخدر الآيس وأربع سيارات ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة ومواد وأدوات تستخدم في إعادة تدوير المواد المخدرة. وتقدر القيمة المالية لهذه المواد المخدرة المضبوطة بأربعين مليون جنيه، قيمة تعكس أهمية تلك الضربة الأمنية وقوتها لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة وبما يحمي المجتمع من تداعياتها وأثارها السلبية.